اهلا وسهلا بحضراتكم. كان لابد ان احنا نكون هنا في نادي قضاة مصر بعد ان وصلت الازمه الى هذا المستوى. مجلس النواب يصر على اقرار قانون للسلطه القضائيه لم تتوافق عليه الهيئات القضائيه التي اعلنت مرارا وتكرارا خلال الفتره الماضيه موقفها من هذا القانون، ليصبح المشهد الان صراعا على ما يبدو واضحا ما بين مجلس النواب السلطه التشريعيه وما بين السلطه القضائيه. هنحاول نطرح كل الأسئلة اللي مثارة في أذهان ناس كتيرة مننا، سواء جزء منهم من الخبراء والقانونيين أو الجزء الطبيعي اللي هو احنا كعامة الشعب اللي احنا مش فاهمين ما طبيعة هذا الصراع ولماذا يدور، وهل هناك استهداف لقضاة مصر الشركاء الرئيسيين في 3 يوليو. هنسأل كل هذه الأسئلة لضيفنا العزيز النهاردة سيادة المستشار الجليل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر. مساء الخير. تحياتي لحضرتك والفريق العمل المحترم وللسادة المشاهدين، وكل سنة والشعب المصري بكل خير. وعذرا إذا كنا بنثقل كاهله بمزيد من الهموم والمشاكل، ولكن عذرنا في أن قضيتنا هي استقلال القضاء، واستقلال القضاء ليس منحة للقضاء ولكنه ضمانة أساسية من ضمانات العدل للمتقاضين، فلا عدل يرجى ولا يرتجى من قضاء غير مستقل. طيب خليني أسمع من حضرتك كرئيس لنادي قضاة مصر توصيف حضرتك للأزمة الحالية مع البرلمان، كيف توصفها؟ الوصف ليها ايه؟ هو قانون أزمة. مجلس النواب اختزل قانون السلطة القضائية الذي كان في حاجة أكيدة لتعديل الكثير من مواده ليتوافق مع الدستور ولمزيد من ضمانات التقاضي واستقلال القضاء في مادة واحدة خاصة بتعيين السادة رؤساء الهيئات القضائية، وهي المادة 44 من قانون السلطة القضائية. النص المقترح من البرلمان هو الآن مقر، لم يعد مقترحا، يعني هو مازال أقره مجلس النواب، مازال مقترح طالما لم يصدق عليه من السادة رئيس الجمهورية فمازال مقترح ونتمنى أن يظل مقترح. النص المقترح يقضي بأن يتم اختيار، يعني أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار 3 من بين أقدم 7 نواب من نواب رئيس محكمة النقض، ليقوم السادة رئيس الجمهورية بتعيين أحدهم رئيسا لمحكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. هذا النص يشوبه العوار الدستوري لمخالفته لأحكام الدستور ولانتهاك استقلال القضاء. طيب مسألة مخالفته للدستور بالتأكيد ده ستتصدى له بشكل واضح جدا. المحكمة الدستورية العليا لن تقبل، المحكمة الدستورية العليا في مصر، أن يكون هناك نصا لا يتوافق مع الدستور، وبالتالي البعض يقول لماذا لا ننتظر رأي المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر. خلينا نتفق أن النص غير دستوري، ولكن هناك أوضاع قانونية ستترتب على هذا النص المعيب دستوريا يصعب تداركها في حالة الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون أو الإجراءات أو القرارات الصادرة بناء عليه. طيب خلينا نشرح يا سيادة المستشار وفقا للمعلومات اللي حضرتك هتمدنا بيها لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة. يعني كان هناك مشروع قدم من أكثر من شهر، وأنا شخصيا تواصلت مع حضرتك وتواصلنا مع السيد أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية وتحدث الإعلام في هذا الأمر. منذ طرح هذا المشروع ماذا حدث منذ طرحه حتى الآن؟ منذ طرح المشروع في المرة الأولى تواصلنا مع، كنا من قبلها قد تواصلنا مع السيد رئيس مجلس النواب منذ فوزنا بالانتخابات، والتقينا بالسيد رئيس مجلس النواب وتفضل سيادته مشكورا بأن أقر بأنه لن يمر قانون خاص بالقضاء أو بالسلطة القضائية إلا بموافقة القضاء، وزاد على هذا القول قولا بأنه يعد محاميا، يعتبر نفسه محاميا عن القضاء في مجلس النواب. هذا ما حدث. وعندما علمنا بوجود مقترح لمشروع قانون السلطة القضائية لدى مجلس النواب، تواصل النادي بلجنة مشكلة من السادة وكلاء النادي مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وقامت اللجنة بشرح الأسباب الدستورية والقانونية لاعتراضنا على مشروع القانون المعيب دستوريا. وتفهم السادة أعضاء اللجنة التشريعية هذا الأمر ووعدوا ببحثه وأرجأوا في ذلك الحين نظر المشروع القانون، ثم فوجئنا بعرضه مرة أخرى بمقترح آخر هو المطروح الآن في النص المقترح الآن، والذي يقضي بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار
ثلاثة نواب من بين أقدم سبعة نواب من نواب رئيس محكمة النقد ليقوم السيد الرئيس الجمهورية باختيار بتعيين أحدهم. حضرتك وصفت هذه المادة تحديدا بأنها مجاملة واضحة للسلطة التنفيذية وبالتأكيد شخص الرئيس. ليس مجاملة بصريح اللفظ، ولكن النص معيب دستوريا، لأنه يعطي للسلطة التنفيذية اليد العليا على السلطة القضائية، بما يسمى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. طيب حينما يقوم السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 139 من الدستور باختيار رئيس السلطة القضائية أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، فهنا يعد تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. طيب قبل أن يتم إقرار هذا القانون بساعات، هل تمت اتصالات بين حضرتك وبين الدكتور علي عبد العالي؟ أنا عرفت أن حضرتك قابلته تقريبا الأسبوع الماضي. بالفعل تقابلت مع السيد رئيس مجلس النواب واستمع مشكورا لآرائنا، وقد عرضنا عليه مرة أخرى الأسباب الدستورية والقانونية لرفضنا لمثل هذا القانون المعيب دستوريا، وطلبنا من سيادته التمهل في إصدار القانون وإعطاء الفرصة للسادة النواب لبحث القانون وبحث مذكرة الاعتراضات التي كنا قد أرسلناها للسادة النواب البرلمان، وشرحنا لسيادته تبعات التي ستترتب على إصدار مثل هذا القانون المعيب بالمخالفة لإرادة القضاء. ما هي هذه التبعات التي تم الحديث فيها مع السيد علي عبد العالي؟ تكلمنا عن كثير من التبعات، لأن القضاء لن يقبلوا بتمرير مثل هذا النص المعيب دستوريا الذي ينتهك استقلال القضاء. طيب هشرح لحضرتك أو أنا لحضرتك وجهة نظر من يوافقون أو اقترحوا هذه المادة. قالوا لا يمكن أن لا يتم الاعتراف بفكرة أن الكفاءة أحيانا لابد أن تكون معيارا حاضرا وبقوة في مسألة اختيار القضاء، فبتقال أن مسألة الأدمية هي صحيح تعطي معيارا حقيقيا للشفافية وعدم التدخل والاستقلال التام، لكنها في نفس الوقت لا توفر عامل أو عنصر الكفاءة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا أتفق بالطبع. الأقدمية تعطي قوة لصاحب المنصب، فوفقا للنص الحالي رئيس محكمة النقد وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتم اختياره بالأقدمية المطلقة، وهي تعطيه قوة في منصبه. أما مقولة أن الأقدمية لا تعطي الأكفاء، فإن النص المقترح هو ثلاثة من أقدم سبعة نواب، وهم في الغالب في ذات العمر، في ذات المرحلة العمرية، وبالتالي هو نص يعني قولة حق يرد بها باطل. طيب أنا بشكر حضرتك أن حضرتك ذكرت تحديدا رئيس محكمة النقد، لأن رئيس محكمة النقد منصب شديد الحساسية. من يختار النائب العام؟ ما دي من المفارقات الغريبة. أنا عايز أقول بس الإجابة. من المفارقات الغريبة. الدستور نص على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام، والنائب العام عضو في مجلس القضاء الأعلى. فكيف يتأتى أن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى بيد رئيس السلطة التنفيذية؟ وبالتبعية إذا اختار رئيس مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي اختاره الرئيس سيختار النائب العام. بالطبع. وبالتالي الإطار العام الخاص بالاستقلال ربما مفارقات غير مقبولة أن يكون من العضو في المجلس يتم اختياره ممن تم اختياره من قبل السلطة التنفيذية. بماذا يعني تفسر الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا فكرة أو مادة تعطي لرئيس الجمهورية أيا كان هذا الرئيس، لأن هذا المشروع ليس لهذه الفترة فقط، من المفترض أن مشروعات القانون تنظم العمل في الدولة في أي عصر وفي أي نظام، لماذا هذه المادة والإصرار عليها؟ الإصرار الغريب والسرعة والعجلة التي تثير كثيرا من علامات الشك، يعني أمر يثير الاستغراب. لماذا هذا النص الآن، ولماذا هذه العجلة وبمثل هذه الطريقة المتعجلة؟ ويعني نكتفي بأن نقول أنها متعجلة، هذا أمر غير مقبول. ما الذي يدور في ضمير قضاة مصر؟ خايفين من إيه؟ قلقانين من إيه؟ هذه السرعة في إصدار القانون والطريقة الهزلية في إصدار قانون مثل قانون السلطة القضائية يثير كثيرا من الشكوك لدى القضاء بأن هناك
توجيه بإصدار مثل هذا التشريع، توجه بمثل بإصدار مثل هذا التشريع. توجيه ولا توجه؟ توجه. توجه. المعنى طيب، بعض القضاء، وأنا طبعا يعني أجل لحضرتك وأحترمك يعني بشدة كرئيس لنادي قضاة مصر تمثل هذا الجمع الكبير، لكن هتلاقي حضرتك ردود حتى فعل للقضاء على وسائل التواصل الاجتماعي. البعض يرى أن ما يحدث هو محاولة لتصفية الحسابات مع عدد من القضاء بالأسماء، بأسماء بعينها، وربما ده يكون أمر طبيعي، إحنا بشر يعني في النهاية يعني نفكر بهذه الطريقة. البعض الآخر يرى أن هناك نظرة أبعد، وهي أنه لابد من يعني شد اللجام شوية. أنهي فيهم، تصفية الحسابات ولا شد اللجام؟ يعني إحنا لا نتدخل في النوايا، ويسأل في ذلك السادة نواب البرلمان. وأنا سألت السيد رئيس مجلس النواب عن فلسفة التشريع، أي تشريع، أي تشريع له فلسفة. سألت سيادة الرئيس، قلت له يا سيادة الرئيس قل لنا فلسفة التشريع إيه؟ لم يكن هناك إجابة مرضية. أي كانت إيه الإجابة؟ الإجابة بأنه يوسع دائرة الاختصاص. ذكرت له وقلت له أن احنا تقدمنا في النادي بمشروع قانون حينما رأينا إصرار غريب من مجلس النواب على إصدار مثل هذا التشريع، القانون سيء السمعة، أصدرنا مقترح من نادي القضاء مثيل للمقترح للنص الخاص بالمحكمة الدستورية، بأن يتم اختيار، أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار رئيس محكمة النقد من بين أقدم 3 نواب، يقوم السيد رئيس الجمهورية بتعيينه. وهنا قرار السيد رئيس الجمهورية قرار كاشف، ولكن التفتوا عن هذا الطلب. وفي هذا المقام احنا لما وجدنا ان هناك اصرار من مجلس النواب في المره اللي في المقترح الاخير بمناقشته، وراينا ان هناك توجه باصدار القانون، ارسلنا لجميع الساده النواب مذكره باسباب الاعتراضات، 600 مذكره او ما قرب 600 مذكره لكل الساده النواب بالتنسيق مع السيد الامين العام للمجلس، وارسلناها حتى تكون تحت بصر سيادتهم حينما حتى تضمنوا ان كل نائب وصل له موقف حضراتكم. لان بالتواصل مع الساده النواب بيقولوا ما نعرفش، هم مش عارفين القانون ايه، ولا يعرفوا الرد بالاعتراضات عليه، فاحنا قلنا نبعت مذكره بالاعتراضات تكون تحت بصر الساده النواب حتى يعني يتفهموا الوضع. خليني يعني الحقيقه احنا امام موقف صعب، لان المشاهد المصري يكن احترام وتقدير كبير جدا لقضاة مصر، وانا حتى وانا بقدم المقدمه قلت ان هؤلاء الشركاء في 3 يوليو في هذه الخريطة لمحاولة استعادة الوطن بعد محاولة خطفه مرة أخرى. هل يحزنك أو يغضبك أن يقول البعض أن هناك طيار ما زال موجود وله قوة داخل السلطة القضائية أو داخل قضاة مصر؟ أسأل السؤال بحساسية شديدة. طيار بمعنى؟ طيار يمثل اتجاه ما. يعني احنا القضاء ميزة من ميزات القضاء انه يطهر نفسه بنفسه، وان القضاء سيظل محافظا على حياده، حياد القضاء امر لا مفر منه، والقضاء يطهرون انفسهم بانفسهم، وكل من يخرج عن قيم وتقاليد القضاء يتولى القضاء تطهير نفسه منهم على الفور. الامن يستهدف القضاء؟ لا اعتقد. لا تعتقد. طب المشروع هيجي من وحي مين هذا المشروع؟ يعني بالصيغه لو انا قاعده يعني طبعا ليس لنا كل هذا الشرف ان احنا نبقى مكان حضرتك، بس هنسال مين اللي عايز يعمل فينا كده؟ مين اللي عايز يمس استقلال القضاء؟ مين اللي عايز يرتبها بالشكل ده؟ مين الطرف؟ مجلس النواب؟ يعني لو خدنا من نظريه المؤامره هنقول ان القضاء مستهدف. خاصة من مؤشرات أخرى كثيرة يعني، ولكن إحنا في دولة سيادة القانون، ونعلم كما يذكر دائما سيادة الرئيس بأنه يحترم القضاء، وأن الدولة وأن سيادة القانون هو أساس الحكم في الـ في الـ في, الـ في البلاد، وبالتالي إحنا ننفي من أذهاننا نظرية تلك المؤامرة أن القضاء مستهدف. طيب. ونتمنى على القيادة السياسية أن تذكر مؤسسات الدولة بذلك. طيب الحقيقة الرئيس كان موجود في الإسماعيلية، وأكد بشكل كبير جدا في الجلسة اللي كان حاضر فيها على ضرورة تماسك المصريين، وأن نبقى دوما معا، وأن نحدث توافقا فيما بيننا جميعا. وهو في الجلسة صدر قانون
السلطة القضائية وكأن هناك من يحاول أن يعمل على مسار آخر. لكن على أي حال إذا حاولنا أن نعرض وجهات نظر الطرف الآخر، البعض يقول إن حضراتكم خدتوا موقف في نادي القضاء، لكن أين موقف مجلس القضاء الأعلى؟ مجلس القضاء الأعلى تفضل مشكورا بإرسال مذكرة برفضه لمشروع القانون. تلك هي الزريعة التي كان يتزرع بها السادة نواب البرلمان بأننا لم يأتي لنا رد من مجلس القضاء الأعلى. طيب وصل الرد، واحنا معانا المذكرة، ومجلس القضاء الأعلى رفض مذكرة رسمية، رفض المشروع، وجميع الهيئات القضائية رفضت. لماذا الإصرار على إصدار هذا القانون مع رفض جميع الهيئات القضائية؟ أين موقف مجلس القضاء الأعلى حتى الساعة بعد إقرار القانون؟ هي موقف مجلس القضاء الأعلى يتمثل في مواقف رسمية، إنما نادي قضاة مصر هو الممثل الشعبي للقضاة والذي يعبر عن إرادته. إنما مجلس القضاء الأعلى يعبر رسميا عن رأيه وقد عبر. ألا يمثل جانبا هاما من السلطة القضائية؟ يعني هو العنوان الرئيسي للسلطة القضائية في أذهان اللي هي دار القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، هو المهيمن على السلطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي حينما ينتفض أو يتخذ بيانا يعلن فيه موقفا صريحا واضحا أنني لا أوافق ولا يعني هو أنا كما قلت هو مجلس القضاء الأعلى اتخذ الموقف الرسمي بالرفض. طيب منذ طرح المشروع يا فندم، هل تمت اتصالات أو لقاءات مع مؤسسة الرئاسة لمحاولة التعبير عن موقف حضراتكم؟ هل جمع حضراتكم اجتماعات مستشارين الرئيس، رسالة مباشرة وصلت للرئيس؟ تواصلنا مع مؤسسة الرئاسة وطلبنا لقاء مع السيد رئيس الجمهورية لشرح وجهة نظر السادة القضاة بصورة واضحة وجلية. وأرسلنا مذكرة بأسباب الاعتراضات الدستورية والقانونية للقضاة على مشروع القانون لمؤسسة الرئاسة. إلا أننا وللأسف لم نتلقى ردا من مؤسسة الرئاسة حتى الآن ولو بالاعتذار. عدم تلقينا الرد لا ينتقص من قدرنا كقضاء، فقد قمنا بما يملي علينا ضمائرنا وبواجبنا حرصا على استقرار الوطن، ولكن مؤسسة الرئاسة لم تقم بواجبها. نعلم مدى ارتباطات السيد الرئيس والأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقه أعانه الله، ولكن نحن نتعامل مع مؤسسة رئاسة، ومؤسسة الرئاسة تتعامل مع القضاء المصري. أشعر أن هذا الأمر أصاب القضاء بنوع من الإحباط. بكل تأكيد. أو ربما تنتظرون ردا آخر. كنا ننتظر ردا ولو بالاعتذار. لقاء السيد الرئيس الجمهورية شرف عظيم، ولكن في ذات الوقت فإن لقاء قضاة مصر شرف للجميع كما أكد سيادته. طيب هناك خطاب تم إرساله إلى الرئيس وبيان صدر من نادي القضاء، خلينا برضو يبقى الرأي العام معنا. البعض بيرى، حضراتكم طبعا كان لكم دور عظيم جدا في الانتفاضة في وجه الإخوان وليكم دور تاريخي لا ينكره أحد الحقيقة، وعشان كده أنا بقول أن أنتم شركاء رئيسيين في 3 يوليو، لكن هل تعتقد أن المناخ العام في مصر الذي ساندكم وبقوة في هذه الفترة له مثيل الآن؟ يعني يمكن أن ترى الشارع المصري والرأي العام المصري يساندكم بنفس القوة التي كانت في نفس الظروف؟ كما قلت قضيتنا هي استقلال القضاء، واستقلال القضاء ليس منحة للقضاء، ده حقيقة. يعني لديكم غطاء شعبي، تثق في الغطاء الشعبي أنه سيساندكم في موقفكم، أم ترى أن أعباء كثيرة في الحياة الآن على المواطن المصري، حتى أن حضرتك شخصيا وإحنا بنتكلم لإجراء أو ترتيب هذا الحوار قلت لي ما كنتش أتمنى أن إحنا يعني في هذا الظرف يبقى فيه مشكلة بنكون طرف فيها ويتم تصعيدها، لأننا ندرك الأعباء الكبيرة جدا الملقاة على عاتق المصريين. وفي ظل الهموم الثقيلة على الشعب المصري كنا نتمنى ألا نزيد أعباؤه، ولكن عذرنا في ذلك كما قلت سلفا بأننا قضيتنا هي قضية وطن وليست قضية القضاء. قضية استقلال القضاء قضية تخص المواطن قبل القاضي، فاستقلال القضاء ليس منحة لنا كقضاء، ولكن استقلال القضاء ضمانة أساسية من ضمانات العدل للمتقاضين. ولا عدل يرجى أو يرتجى من قضاء غير مستقل. ما تجيبش قضاء غير مستقل ونقول له حقق عدالة، ما يحصلش الكلام. هناك خلاف كبير وهو قلب أو يعني لب المسألة إن صح التعبير، هي فكرة كيف يقدر القضاء
كسلطة قضائية مسألة الاستقلال، وكيف يقدر مجلس النواب كسلطة تشريعية مسألة الاستقلال؟ هو يرى أنه لم يمس استقلال حضرتكم، وأنتم ترون أنه قتل هذا الاستقلال أو أصابه في مقتل كما يقال. من الحكم والفيصل هنا؟ الحكم والفيصل هم القضاء، القضاء هم الأقدر على تحقيق على كيف على يمكن تحديد أن يكون الشخص قسما وحكما؟ لا، القضاء القضاء هم الأقدر بتحديد ما هو ما يمس استقلالهم، وليس مجلس النواب، وليس مجلس النواب. هو من حقه أن يشرع، من حقه أن يشرع، ولا نسلب حقه في التشريع ولا ننتقص منه. هذه الزريعة التي يتزرعون بها دائما، حقنا في التشريع، حقنا في التشريع. هم يستقون بحقهم الدستوري في التشريع لمخالفة الدستور للأسف. طيب، مجلس النواب المختار بإرادة شعبية حرة، كان المصريين ونحن منهم كقضاة يعني نتوقع منهم أداء أفضل. كلنا نتمنى على مجلس النواب أن يهتم بمشروعات القوانين التي ترفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلك المتعلقة بالعدالة الناجزة، والتي تنهي مشكلة بطء التقاضي التي يلقى هي دي على فكرة التي يلقى بتبعاتها على القضاة وحدهم ظلما. لا، والحقيقة لا، الحتة دي الحتة بعد إذنك يا استاذ، يلقى دائما على كاهل القضاة عبء أو مسؤولية بطء التقاضي، مع أنهم منه براء. القاضي يطبق أحكام قوانين بالية، يجب على مجلس النواب أن يهتم بتعديل مثل تلك التشريعات لتتواكب مع العصر، وحتى يعني لا تغل يد القاضي عن سرعة الإنجاز في القضايا. سيادة المستشار، يعني مجلس النواب، ويمكن في عدد كتير من النواب طلعوا في وسائل الإعلام بالأمس وقالوا أن حضراتكم يعني اختزلتوا قانون السلطة القضائية بكل البنود اللي جات فيه في هذه النقطة فقط. ماذا عن بقية النقاط الأخرى التي تتحدث عن الهدف اللي أنا وحضرتك كنا بنتكلم عنه، وهو فكرة العدالة الناجزة؟ هو لم يتم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا في تلك المادة بس، المادة 44، لم يكن هناك مطروح غير تلك المادة، المادة 44 قانون السلطة. طب ماذا عن بقية الحاجة اطلعت عليها؟ احنا اللي بنقول ان مجلس النواب اختزل قانون السلطة القضائية في تلك المادة فقط، في حين ان القانون يحتاج الى تعديل كثير من مواده ليتوافق مع احكام الدستور ولمزيد من ضمانات التقاضي واستقلال القضاء. يعني معنى ذلك يا فندم ان مشروع القانون اللي اشتغل فيه او القانون اللي اقره البرلمان امبارح لم يحقق للمجتمع الاهداف اللي احنا نسعى عليها في فكرة العدالة الناجزة؟ أي فائدة؟ لن يغير، بل ينتقص من استقلال القضاء. لا، بالإضافة للاستقلال، لكن هل تجاوب أو تعامل مع في مواد هذا القانون مع إجراءات التقاضي البطيئة، فكرة تحقيق العدالة الناجزة؟ لم يتصدى لهذه الأمور؟ قانون السلطة القضائية نوقش في مادة واحدة اللي كانت مطروحة، وهي المادة 44 الخاصة باختيار رئيس مجلس رئيس محكمة النقد الذي هو في ذات الوقت رئيس مجلس القضاء الأعلى. طب إذن لماذا هناك أي مواد أخرى؟ هل تم طرح مشروع قانون فقط لتحقيق هذا الهدف دون تحقيق الهدف الحقيقي وهو تحقيق العدالة الناجزة؟ العدالة الناجزة لها قوانين أخرى وليست قانون السلطة القضائية. قانون السلطة القضائية يختص بتنظيم شؤون القضاء، ولكن قوانين العدالة الناجزة قوانين أخرى، كنا نتمنى على مجلس النواب أن يتصدى له. طيب، حينما تحدثنا مع السيد أحمد حلمي الشريف مقدم هذا القانون، قال أنه أرسل لحضراتكم نسخة من مشروع القانون، وأنه كان الأولى بكم حينما تعترضون على هذا القانون أن تقدموا مشروعا بديلا. فيرى البعض أنكم لماذا إذا كان هذا القانون لا يعبر من وجهة نظر حضراتكم عما يصون استقلال القضاء المصري، أن تتقدموا بمشروع يحقق هذا الهدف؟ مع احترامنا لسيادة النائب، وأنا ذكرت امبارح حتى في مداخلة تلفزيونية مع سيادته وهو غاضب يعني حتى من رد، أنا قلت أنه مش متابع لمجريات الأحداث. احنا زي ما حضرتك أشرت من قليل، قمنا بلقاء أو توجهنا للقاء السيد رئيس مجلس النواب، وشرحنا له كل الأسباب الدستورية والقانونية لاعتراضنا على القانون، وكما ذكرت أيضا أرسلنا مذكرة للسادة النواب جميعا بمضمون اعتراضات القضاء. أيوة على مشروع القانون. أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد يبقى لدينا مشروع قانون، يعني مشروع قانون مكتمل. أكمل حضرتك. أرسلنا من قبل حينما كان يقوم المجلس بمناقشة هذا المقترح، أرسلنا مقترح من نادي القضاء يتضمن نصا يتيح لمجلس القضاء الأعلى بأن يختار رئيس محكمة النقد من بين أقدم 3 نواب إسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية، ولكنهم التفتوا عن كل ذلك، التفتوا عن كل ذلك، لم حتى يبحثوا هذا المقترح، في حين أن هذا المقترح يحقق الغاية التي ذكرها لنا
السيد رئيس مجلس النواب من توسيع دائرة الاختيار. هنا يتم توسيع دائرة الاختيار، ولكن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يقوم باختيار الرئيس، رئيس محكمة النقد. لديكم سؤال مشهور كما ذكرت، أسف المقاطعة، ولكن ذكرت للسيد رئيس مجلس النواب أننا لدينا في نادي القضاء قانون للسلطة القضائية كامل كامل، وطلبت منه مهلة أسبوعين لعرضه على جمعية عمومية غير عادية في النادي وطرحه وإرساله عن طريق مجلس القضاء الأعلى لمجلس النواب. وكان هذا يمثل أحد أدوات وتفهمنا الحل. وتفهمنا من رد سيادته أنه قد فهم، تفهمنا من رد سيادتي أنه قد فهم، ولكن إقرار القانون، ولكن فوجئنا بصدور القانون، ولكن هو يعني فوجئنا بصدور القانون. هذا ما حدث، هذا ما حدث. طيب خلونا حضرتك، يعني بالتأكيد الناس بتسأل على القاضي، وأكيد حد في موقع مهم جدا زي حضرتك بيفكر في سيناريوهات عديدة محتملة لإدارة هذه الأزمة، يمكن أن تشركنا معا في هذه السيناريوهات؟ ما زلنا نحافظ على الهدوء ونطالب، ما زال أمامنا زي ما ذكرت حضرتك، ما زال القانون مقترح. في هذا المقام لم يعد أمامنا إلا السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 123 من الدستور من حقه أن يمتنع عن إصدار هذا القانون. هذا القانون سيء السمعة، القضاء المصري كان يصنف بأنه قضاء مستقل عالميا. هذا النص وتلك الممارسات من مجلس النواب لو استمر في التدخل في شؤون القضاء بمثل تلك النصوص التي تأتي على غير إرادة القضاء وبدون تأني وتمهل، سيصنف القضاء المصري هناك قضاء غير مستقل، وهو ما له آثاره. هناك دول زي فرنسا بتطبق آليات شبيهة بما جاء في هذا القانون في اختيار الهيئات القضائية. يعني أنا كما ذكرت المقارنات هنا مقارنات ظالمة، فيعني إذا كنا في فرنسا فلنطبق القانون الفرنسي، ولكننا في مصر، في مصر الضمانات في النصوص، الأشخاص تتغير ولكن الضمانة في النص. طيب هل حضراتكم تتوقعون لقاء قريبا يجمعكم بالرئيس، اتصالات تتم في هذا الأمر، وماذا لو وافق الرئيس على هذا القانون؟ لأن قد يرى الرئيس أنه إذا رفض هذا القانون فإنه قد انحاز لكم على حساب السلطة التشريعية، فقد يرى مثلا أنه لديكم ملاذا آخر يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فليذهب الجميع إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى. كامل الاحترام للسيد رئيس الجمهورية، ولكنه نحن نحتكم إلى الدستور، نحن نحتكم إلى الدستور. السيد رئيس الجمهورية حينما نلجأ إلى السيد رئيس الجمهورية فإننا نلجأ له كحكم بين السلطات، الحكم بين السلطات يستمع من تلك السلطة وتلك السلطة. يعني ولكنه إذا رفض هذا المشروع يعني أنه انحاز لحضراتكم على حساب السلطة التشريعية، انحاز للسلطة القضائية على حساب، وافق على مشروع القانون فإنه يكون قد انحاز إلى السلطة التشريعية على حساب السلطة القضائية. نحن الحكم والفيصل بيننا الدستور، الفيصل والحكم بيننا هو الدستور، ونهيب بالسيد الرئيس أن يتدخل في هذا الأمر. أرسلنا للسيد رئيس الجمهورية مذكرة بطلب اللقاء وبالأسباب التي سقناها لأسباب اعتراضنا، ختمناها بمقولة السيد رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس، انصر قضاة، انصر بالحق قضاة انتصروا لمصر في أحلق الظروف فكان نصر الله بكم. نحن ننتصر بالحق وليس بغير الحق. كل واحد فينا ممكن يعني يبقى ليه موقف أو رؤية، لكن تخيل حضرتك لو حضرتك مكان رئيس الجمهورية، المسألة صعبة للغاية، ليست سهلة على الإطلاق. يعني ربما ما حدث، ويمكن أنا قلت في برنامجي في حلقة سابقة، ماذا لو وافق البرلمان على هذا القانون وألقى به في ملعب الرئيس؟ المسألة ليست صعبة، ليست سهلة على الإطلاق على الرئيس الحقيقة. كنا نراهن على أمرين، الأمر الأول أن لا يصل تصويت السادة النواب بالثلثين، وهذا محل نظر أخذا مما ذكره لنا السادة النواب من الطريقة التي تم بها التصويت. احنا كل ما نسأل حد من النواب يقول انا ما وافقتش، احنا حقيقة برضه عايزين نعرف مين اللي وافق. الطريقة يعني التي تم بها التصويت طريقة، وارجو ان تذاع جلسة التصويت على صوت الشعب اليوم، احنا بنبحث عنها. اتحدى ان تذاع مثل تلك الجلسة التي تم فيها التصويت. اخذا من كلام النواب انفسهم، اثار استياء النواب انفسهم، احنا ما كناش حاضرين الجلسة، ولكن هذا ما نقل الينا من السادة النواب.
كنا نراهن في المقام الأول على ألا يصل نسبة التصويت إلى الثلثين، ولكنها قد حدثت أي مكان وجهة النظر في صحة التصويت. الأمر الآخر هو الرهان على السيد رئيس الجمهورية أن يمتنع عن التصديق على مثل هذا القانون سيء السمعة، ليس بآراء القضاء ولكنه بآراء جميع الفقهاء الدستوريين، بآراء النواب أنفسهم، بآراء النواب أنفسهم. حينما نتحدث مع السادة النواب يقال كما قلت سيادتك في من قبل بأنه خلاص ده قانون غير دستوري، يطعنوا عليه بعدم الدستورية. هناك مراكز قانونية تكون قد استقرت، منصب رفيع نعرضه للبطلان. لماذا التساؤل؟ لماذا هذه العجلة؟ لماذا هذا الإصرار؟ كما يعني قلت أمر يثير الشك والريبة. كان لي شرف التواصل في فترات كثيرة مع عدد كبير جدا من قضاتنا ومستشارينا، لأن حضراتكم كان لكم دور كبير جدا زي ما قلت في مواجهة الكثير من المخاطر التي كانت تحيط بهذا الوطن، وخاصة في فترة الإخوان. ففي حد قال لي أنتوا فاهمين غلط كمجتمع، أنتوا فاهمين في السلطة القضائية في ثقافة أن واحد يرأس واحد يعني أكبر منه، دي هنعملها إزاي في القضاء؟ أنتوا بتألفوا يعني العرف القضائي لا يعرف هذا الأمر، هل هذا صحيح؟ ما عندنا الأقدمية في القضاء كالأقدمية في الجيش، وسيادة الرئيس ممكن يكون يعلم ذلك. الأقدمية في القضاء مقدسة، ولكن الأقدمية هنا بنسميها ثوابت قضائية، ثوابت القضائية كالأعراف مستقرة كالقوانين، وبالتالي عقيدة القضاء استقرت على المحافظة على الثوابت القضائية. يعني وأنا أتساءل لماذا مثل هذا القانون؟ لماذا مثل هذا القانون؟ ما الفائدة التي ستعود من إقرار مثل هذا القانون وإصرار عليه؟ طب ماذا لو وافق الرئيس على القانون؟ لا احنا نزعم الرئيس. ما الرئيس بيقول أنا بعمل الصح أحيانا حتى لو هيزعل ناس مني. امبارح قال كده في إسماعيلية، يعني شايفين إني باجي عليكم وبقول لكم استحملوا. في دولة تتقدم نحو الإزدهار، في مزيد من التقدم والإصدار، التقدم والإصدار بضمانة استقلال القضاء. استقلال القضاء هو العماد الأساسي لاستقرار الوطن، وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية على علم يقيني بذلك. ولكن كل ما نتمناه أن تكون الصورة التي تصل إلى سيادته واضحة جلية. بالتأكيد الرئيس لن يترك أزمة بهذا السبل، وقد يعني اتبعنا جميع السبل لإيصال رأي القضاء إلى السيد رئيس الجمهورية حتى نكون قد أدينا ما علينا من أمان. فوجئت بما طرحه أحد القضاة اليوم بإمكانية تدويل القضية أو طرح هذا الأمر، كيف تعقب؟ لا تعليق ولا لا نقبل ذلك طبعا. هذا تعليق؟ لا 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 يعني هذا تعليق مش لا تعليق. لا لا تعليق، لا تعليق على ما ذكر، ولكن احنا كقضاة لا نلجأ إلى مثل هذا الأمر مطلقا. نحن مع استقرار هذا الوطن، مع تقدمه وازدهاره. البعض رأى أن هذا الأمر يمثل لي ذراع للدولة المصرية، وكأنكم تكشرون عن أنيابكم وتقولون أننا نستطيع أن نفعل ونفعل ونفعل. من تتحدث؟ أحد عشان أبقى أمينة. تتحدث عن من؟ لم يتحدث أحد عن القضاء إلا أنا، يعني أنا شخصيا. لا المستشار سمير بيه قال كده، قال وإمكانية يعني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة قال أننا قد نلجأ إلى يعني التدويل. أعتقد أنه لم يكن يعني مقصود لدي، يعني على ما أعتقد. ولكن هل وصل لحضرتك هذا التصريح؟ علمت به. هل تحدثت مع السيد سمير في هذا الأمر؟ لم أتحدث مع سيادة المستشار في هذا الأمر. ألا ترى أنه قد يستخدمها البعض ضد حضراتكم في موقفكم؟ نحن لا نقبل، نحن لا نقبل. احنا مع استقرار الوطن، استقرار الوطن في المقام الاول هو يعني حتى الاجراءات اللي احنا بنتخذها. وقد يتهمنا البعض من السادة القضاة بالتقاعس، الا اننا نضع نصب اعيننا في المقام الاول استقرار الوطن. استقرار الوطن، انا عايز اشير لسيادة المستشار قالوا ده لانه مهم جدا يا جماعه الحقيقه. للامانه يعني انا قبل ان اقابل سيادة المستشار كنت أشفق عليه كثيرا، لأنه في موقف صعب للغاية. لو حضراتكم شفتوا وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل القضاء التي تطالبه بموقف حازم وصارم والآن وبكل قوة، ما شعرته حتى قبل أن أجري معه الحوار في اتصالات أنه يحاول أن يتعامل بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إن صح التعبير. أنا صحيحة في ما أقول بكل تأكيد، وهذه القوة.
اسهل ما علينا في مجلس اداره النادي ان احنا ندعو لجمعيه عموميه. الاليات، هناك اليات لنادي القضاه لمواجهه الازمات، من ضمن هذه الاليات او الاليه الاولى هي الدعوه لجمعيه عموميه. ما حضرتك عامل كده دعوه وقلتم ان استقاله النادي قد تكون مطروحه حينما اعيتنا الحيل ونؤجلها لاخر درجه، ولكن كان مطلوب. ده جاي في اول بند. لا ده انا في تاني بند. لا ما احنا ما ده استاذ احنا بنتكلم دلوقتي امتى؟ بعد ما القانون صدر. بعد ما القانون صدر. يعني ايه المطلوب مننا بعد ما القانون صدر؟ دي الاليه الوحيده ان احنا نظهر بيها اراده القضاه لمن بيده. طب ماذا لو طلباتكم الجماعيه العموميه بالاستقاله؟ نظهر بيها اراده القضاه لمن بيده الامر. نظهر بيها اراده القضاه لمن بيده الامر. طيب ماذا لو طلبت حضراتكم الجمعية العمومية يوم الجمعة القادم غدا بالاستقالة احتجاجا على ما حدث؟ نتمنى ألا نرجع لذلك، لأن استقالة مجلس إدارة نادي وقضاة مصر احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء في مصر أمر جلل، أمر جلل. نحن لا نحافظ على هذا المكان، لا يعني مش متمسكين به والكل يعلم ذلك، لا نتمسك بالمكان، ولكن تمسكنا الاصيل هو باستقلال القضاء. سياده المستشار انا بس بحاول اكون يعني بتعامل مع كل الخيارات كمشاهد يعني. ماذا لو هناك اصوات عاليه داخل او يعني لا مساله مش اصوات عاليه ترتفع صوتا، يعني مساحه كبيره من الاحتجاج والاعتراض على هذا القانون موجوده بين القضاة. ماذا لو أصرت الجمعية العمومية واتخذت قرار؟ حضرتك لا تملك في هذه إلا تطبيق قرارات الجمعية العمومية. نحن نثق في حكمة السيد الرئيس، نثق في حكمة السيد الرئيس قبل أن نبلغ الجمعية العمومية. يعني الأسبوع ده زي ما بيقولوا كده فرصة ليلتقط يعني الجميع. احنا بننقل وجهة النظر وبنقول أن القضاة في غضب، في القضاة في غضب عند القضاة، يجب أن ينظر إلى هذا الأمر بعين يعني لا يلتفت عن ذلك. ما زلنا نحاول أن نسيطر على غضبة القضاء. هل ترى أن بعض العبارات تحمل تهديدا أو تلويحا باللجوء إلى آليات أخرى؟ كويسة تهديدا وتلويحا حسن، يعجبت حضرتك. بالعكس بالعكس. طب أقول لحضرتك على حاجة، إحنا من ضمن القرارات اللي خدناها في مجلس الإدارة أول حاجة اللي هي الجمعية العمومية غير عادية، دي الآلية المتبعة في نادي القضاء منذ نشأته للتعبير عن غضبة القضاء. دي آلية متبعة، احنا لم نخترع العجلة، ولكنها آلية كنا نؤجلها لأقصى ما نستطيع. الآلية الأخرى اللي احنا الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بمحكمة النقض، بنطالب السيد رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض. قمنا بجمع توقيعات من جميع دوائر محكمة النقض بنسبة قد تصل إلى 90 أو 95% من دوائر محكمة النقض، بمن فيهم السبعة ممن في دائرة الترشيح برفض مشروع سبعة القانون. الكبار شيوخنا طبعا لهم كل الاحترام والتقدير والإجلال. ممن في دائرة الترشيح ممن في دائرة الترشيح برفض مشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه، بكل مقدماته وتوابعه. يعني من وقع على رفض مشروع القانون لن يقبل الترشح، من وقع على رفض مشروع القانون الغير دستوري الذي ينتهك استقلال القضاء لن يقبل الترشح. لن يعني يقبل الموقف الترشح. أصبح صعبا ومعقدا. إذا وافق على الترشح إذن هو قد ساهم من وجهة نظر زملائه في تمرير هذا القانون، بالإضافة لأن الجمعية العمومية لمحكمة النقض لها آليات. هذا قرار بالإجماع؟ دي نقطة مهمة. قرار بالإجماع؟ لا دي نقطة مهمة. في الجمعية العمومية لمحكمة النقض جمعية قوية لها قراراتها ولها آلياتها في يعني في سحب اختصاصات الرئيس او منحه، ولذلك احنا بنقول ان احنا يعني نتمنى ان نبتعد عن مثل تلك التبعات. محكمه النقض ارقى واهم من ان ينتهك القانون او النص الخاص بتعيين رئيس على هذا النحو. لا يعني منصب رفيع شديد الحساسيه، شديد الحساسية. يعني من يحاكم الرئيس؟ المادة 159 من الدستور بتنص على أن المحكمة التي تحاكم السيد رئيس الجمهورية سين صاد عين هو يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. ومن هنا نتساءل هل من المنطق الدستوري أو القانوني أن يكون أن يختار السيد الرئيس في أي عهد أي مكان نص باق المحكمة التي تحاكمه إن أخطأ؟
أنا الحقيقة لما شفت بعض التفاصيل نحن أمام معضلات كبيرة جدا. هذا نص يعني يكفي. هذه الهيئات شديدة الحساسية. يعني السؤال اللي حضرتك بتطرحه رئيس الجمهورية سؤال وجيه، يعني كيف يحاسب من اختير من اختاره؟ الحكاية فيها معضلات كتير، بس خليني أسأل حضرتك سؤال بأمانة نحن شديد. في غنى عن هذا القانون. على طيب أنا هسأل حضرتك على سؤال، يعني ما نفهمه نحن حتى ده اللي درسه لنا في العلوم السياسية التوازن بين السلطات، وهذا يعني هو ده حتى في كل دول العالم. يعني تقال حضرتك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الديمقراطي العريق في العالم الآن فكرة check and balance، يعني التوازن بين هذه السلطات. نحن نريد للسلطة القضائية استقلالها التام، مش عارفة ليه فاكرة سعد زغلول أنا كل شيء أقول استقلال التام ونريد أيضا للسلطة التشريعية أن تمارس صلاحياتها، وأيضا للسلطة التنفيذية. إيه الحل التوافقي يا محمد بيه في هذا القانون؟ يعني ايه الحل اللي خرجنا من هذه الازمه بصراحه شديده، يعني دون ان يحرج البرلمان بهذه الصوره، ودون ان يصعب المهمه على الرئيس، ودون ان ينتقص من حقوق القضاء واستقلاله؟ الحل هو الاحتكام لاحكام الدستور. احنا مطالبتنا كلها ان احنا بنحتكم بالدستور. يبقى نروح مع بعض المحكمه الدستوريه. ما هو ده اللي انا بقوله الاول. لا لا لا، هناك فقهاء دستوريين. المحكمه الدستوريه تفصل في دستوريه النص بعد وضعه، بعد التشريع، بعد ان يسن. ولكن احنا ايه اللي خلينا نلجا للمحكمه الدستوريه؟ اللي خلينا نلجا للمحكمه الدستوريه؟ نحن نحتكم الدستور. احنا في دوله سياده القانون. الماده 94 من الدستور تنص على ان سياده القانون هو اساس الحكم في الدوله، والدوله تخضع للقانون، والدولة تخضع للقانون. واستقلال القضاء، بقية المادة واستقلال القضاء هو ضمانة الحريات والحقوق العامة للمواطنين. احنا نحتكم لحكم الدستور، نحتكم للدستور. نحن لا نفتأت على اي سلطة اخرى، كما اننا لن نقبل ان ينتهك استقلالنا او يتم الاعتداء على سلطة القضاء. من يحمي، مش عارف السؤال صح ولا غلط، من يحمي السلطة القضائية ناصعة البياض في تاريخ الأمم من تجاوزات قلة من أعضائها؟ بتصعب عليا السؤال جدا، قاعد أفكر في كل كلمة وهقولها إزاي. أرجو أن يكون السؤال واضح. أوضح أكتر. أنا كمواطنة عادية وجدت بعض حالات تجاوز وفساد مالي وأخلاقي ثبتت للبعض، وأنا هكون دقيقة، وللبعض اللي هو يعني أقل من صوابع اليد الواحدة، لكن وجد. وبالمناسبة هذا لم يكن يعني لا سمح الله، يعني أنا أعلم أن حينما يجد قاضي شريف ونزيه يعني يجلس على منصة الحكم، هذا النموذج الفاسد هي طعنة في قلبه، لكنها أيضا طعنة في قلب المجتمع. أنا ألجأ إليك لأني مظلومة، فأريد منك أن تكون شريفا لا ينالك من الفساد شيئا. وعشان كده احنا دايما لما حتى بصراحة شديدة يعني ناس بتتكلم عن الأوضاع الخاصة بحضراتكم، نقول دايما أنها لابد أن تؤمن، لأن كنتم الملاذ للمظلومين في هذا الوضع. ولأنها طعنة أيضا في قلب القضاء، فأنا لي تحفظ على كلمة الفساد، لأنها طعنة على في قلب القضاء. ولكن سيظل ثوب القضاء المصري ناصع البياض مهما قيل، ومهما كان هناك من نزر قليل قد يشوب هذا الثوب الناصع، إلا أنه سيظل ناصع البياض، وسيظل هو الملاذ لجميع المواطنين. القضاء المصري هو الملاذ لجميع المواطنين. القضاء المصري. أنا لا أعرف كيف يجلس قاضي على منصة الحكم ويحكم على زميله، بيبقى الإحساس إيه؟ ما يعرفوش لكنه زميل. قد ينال أشد العقوبة. لا أنا يعني طبعا سينتصر الـ القاضي لضميره في النهاية. لا يعني القاضي أكيد. لكن موقف شديد الصعوبة يا فندم، شديد الصعوبة. قد ينال القاضي أشد العقوبة. القاضي يؤخذ بالشبهات، غير يعني غير باقي المواطنين. القاضي يؤخذ بالشبهات، وحينما يقع تحت طائلة القانون فإنه يلقى أشد الجزاء، أشد الجزاء. أرجو أنت أن تسامحني في هذا الأمر أيضا. كما اخترقت مؤسسات عديدة في الدولة، اخترقت مؤسسات قضائية أيضا من قبل الإخوان المسلمين، وحضركم تصديتم له يعني، وقمتم في فصل هؤلاء القضاء. إذن وارد أن تكون هذه الأمور موجودة ويتم البحث عن ضوابط تحكم.
كما قلت القضاء يطهر نفسه بنفسه، ويعني من جميع التيارات، والأمر من يخرج عن قيم وتقاليد القضاء وحياد القضاء يتم لفظه خارج مؤسسة القضاء بكل تأكيد، ولنا عبرة فيما مضى. طيب، لدينا منصب حساس يقع في موقف صعب الآن، وزير العدل المصري، هو وزير في السلطة التنفيذية وهو أيضا ممثل لحضراتكم كسلطة قضائية، هل تم تواصل معاه لطرح المسألة لكيفية إيجاد حل؟ بشأن تلك المشكلة لم يتم التواصل. لماذا؟ يعني احنا تقديرا لحساسيات كونه طبعا عضوا في السلطة يعني التنفيذية، وإن كان شيخا جليلا للقضاء ولكنه الآن في منصب تنفيذي ونحن ننأى بسيادته عن أي حرج، وإن كنا نرى أن القاضي في موقعه أينما كان يجب أن يعبر عن أو يعبر عن إرادته كقاضي. طيب، من الخطوات اللي حضراتكم موجودة في البيان هي فكرة أن حضراتكم أرسلتوا رسائل احتجاجية إلى صندوق تحيا مصر. لماذا رسائل احتجاجية إلى صندوق تحيا مصر؟ حتى ما علاقة صندوق تحيا يعني مصر بالقضية يعني؟ لا، مش صندوق تحيا مصر. حينما أردنا أن يعبر القضاء عن احتجاجهم فبحثنا عن وسيلة يعني بناء، وسيله بناءه للاحتجاج، يعني محتجين بس هندفع فلوس لمن يرسل القضاء رساله احتجاج تعبر عن غضبهم الشديد من مثل هذا القانون الذي ينتهك استقلالهم. فراينا ان يكون الاحتجاج بناء زي ما حضرتك بتقولي، فاردنا ان يكون لبناء مصر. مش خدنا شويه موارد، ولكن كام رسالة؟ ليس طيب. ليس وليس ليس ليس يعني هذه طريقة أنا أرى أنها طريقة تعبر عن الإرادة الحقيقية للقضاء. أنا أعبر عن احتجاجي ولكن بما يخدم وطني، ولذلك بنقول أن استقلال القضاء هو ضمانة أساسية من استقرار الوطن، ضمانة أساسية لاستقرار الوطن. لمن توجه الرسالة في هذه اللحظة؟ للسيد رئيس الجمهورية، ونطالب السيد رئيس الجمهورية أنصر بالحق وبالدستور قضاة انتصروا لمصر في أحلق الظروف فكان نصر الله بكم. ده فاتورة لابد أن تسدد؟ لا، مش فاتورة، أنا ما قلتش فاتورة. أنا بنقول أن مواقف القضاة دايما مواقف دفاع عن استقلال هذا الوطن. انا بس بحاول في حضره حضرتك يا سياده المستشار، حضرتك ضيف شاطر قوي يعني، اشاغب شويه عشان بس اقول انا موجوده يعني. مش معقول. وبعدين احنا بداناها بنقول انصر بالحق والدستور، انصر بالحق والدستور، احنا لا ننتصر الا بالحق ولا نطالب الا بالحق. انا بشكر حضرتك سياده المستشار، ويعني تبدو يعني الكره الان زي ما حضرتك تفضلت في ملعب الرئيس، وكان الله في عونه، لان تبدو الخيارات كلها ليست سهلة على الإطلاق. يعني ربما حضرتك تنظر من منظور يعني السلطة القضائية، لكن الحقيقة أن الموقف صعب، ولم نكن نتمنى بأي حال من الأحوال أن نصل إلى هذه المرحلة. كنا نتمنى أن تكون هناك صناعة توافق حقيقية حول مشروعات القوانين المختلفة، وألا تفتح بعض الجهات للرئيس دوائر للصراع أو التوتر في هذا التوقيت الحساس والخطير اللي بيمر به مجتمعنا من أجل البناء وإصلاح أحوال الناس، اللي الحقيقة في ناس كتيرة جدا، وليس القضاء وحدهم وليست مؤسسات أخرى وحدها تتحدث لماذا مشروعات قوانين بعينها، لماذا لا يتم إلى الالتفاف أو إقرار مشروعات قوانين أخرى تتعلق بصالح المواطن. لكن ليس انحيازا للمكان اللي أنا بسجل مع حضراتكم فيه الآن، لكن حينما دخلت منذ الخطوة الأولى لوجودي في نادي قضاة مصر، وأنا أتذكر وباحترام شديد تلك اللحظات الصعبة التي عاشها هؤلاء القضاة انتصارا وإيمانا بهذا الوطن، ويعني لا أحد ينسى كم التهديدات التي تعرضوا لها، المواقف واللحظات الصعبة التي عاشوها. احنا بقى كمراسلين وإعلاميين عشناها معاهم هنا في النادي، لم نكن نتمنى بأي حال من الأحوال أن يحدث ذلك. ويمكن أنا كان موقفي واضح مع حضراتكم في الحلقات السابقة منذ طرح هذا المشروع، لا قانون يتم إقراره دون أن يكون هناك توافقا، والتوافق لا يعني الموافقة المطلقة، ولكن
قدرا عاليا من التوافق. سيادة المستشار نورتني وأشكرك أن حضرتك خاصتنا بهذا الحوار، وزي ما حضرتك يعني تفضلت نسأل الله في هذا التوقيت أن يكتب الخير لهذا الوطن والناس، واللي الحقيقة يستحق مننا كلنا أن احنا نحاول أن ننحي بعض الحسابات. لكن زي ما قال سيادة المستشار الجليل، القضية ليست قضية شخصية تتعلق بالقضاء، ولكنها تتعلق بضمير هذه الأمة وهم قضاة مصر. شكرا سيادة المستشار. عفوا يا فندم، متفائلين بالخير، وحضرتك نورت النادي ومتشكرين على هذا. شكرا يا فندم، وإن شاء الله نيجي في مناسبات أفضل من كده بكتير. إن شاء الله. شكرا يا فندم. إن شاء الله.